أيها الرجال الشجعان، يسعدني ويملأ نفسي سرورا أن أقوم اليوم بتخريج دفعة جديدة أكملت تدريبها وأصبحت مهيئة للعمل في صفوف كتيبة الحرس السلطاني. كما يسرني أنكم لبيتم نداء الواجب وداعي الشرف حينما دعاكم للانخراط في سلك الجندية، فلقد أدركتم كما أدرك أخوة لكم من قبل أن الجندية عزة وكرامة وشجاعة وتضحية. وتلك صفات يتحلى بها حماة هذا الوطن العزيز. وإنني لفخور أن أعلن أن تدريبكم قد تم على يدي إخوانكم رجال كتيبة الحرس السلطاني وفي معسكره. وهذا يحدث لأول مرة في كتيبتكم. أما الذين سبقوكم فقد كانوا يتدربون في معسكرات الجيش، ولست أميز بينكم، فجميعكم درع لتراب عمان الغالي. ولكني أردت أن أقول أن كتيبة الحرس السلطاني أصبح لديها الاكتفاء الذاتي والقدرة على تدريب المستجدين، وهذا في حد ذاته يدعو إلى الفخر والاعتزاز. أيها الأبطال، إنكم مقبلون على مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة التي سلفت. أمامكم ميدان التنافس الشريف في سبيل أداء الواجب المقدس، ميدان أبرز معالمه الانضباط والإخلاص والطاعة، وفيه تصقل المواهب وتظهر معادن الرجال. فكونوا عند حسن الظن بكم واستمدوا من معدنكم الحضاري الأصيل قوة الشكيمة، ومن طبيعة أرضكم الصلبة الشجاعة والعزيمة. أيها الجنود، إذا كانت الأمم تبنى على سواعد رجالها فإنها أيضاً تقوم على سمو أخلاقهم، فالأخلاق الحميدة هي السبيل إلى بلوغ الغايات، وهي المسلك إلى أرفع الدرجات. والذي يخلد الرجال ويعلي من شأنهم هو الأعمال النبيلة التي يقدمونها لوطنهم ولمواطنيهم. ولا شك أنكم تعلمتم أن البسالة وروح الفداء صفتان على جبين الجندي يرتفع بهما رأسه وتعلو بهما هامته، وتاريخ عمان
يزخر بالبطولات التي سجلها التاريخ بأحرف من نور. لرجال ضربوا أروع الأمثلة في البسالة وروح الفداء. رعاكم الله ووفقكم وسدد خطاكم على طريق المجد والعز والسؤدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.